مرحبا بحضراتكم من جديد، واسمحوا لي ارحب مره اخرى بالاستاذه تقى النجار الباحثه بوحده الارهاب والصراعات المسلحه بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجيه. اهلا بحضرتك استاذه تقى. اهلا بحضرتك يا فندم، واهلا بكل مشاهدي حضرتك الكرام. بك منورانا ومشرفانا في المواجهه. الله يخليك. ناخد على طول في غمار موضوع النقاش، اليه اعتماد الغرب في علاقاته مع التنظيمات الارهابيه في المنطقة. طيب، هو مبدئيا العلاقة ما بين الغرب وتنظيم الإخوان تحديدا علاقة مركبة جدا، ما ينفعش يعني نتكلم فيها من غير ذكر أبعادها كلها. تمام. العلاقة، بعض الاتجاهات بتقول أن العلاقة ابتدت ما بين الغرب وتنظيم الإخوان من أواخر الخمسينيات والستينيات نتيجة انتقال عدد من عناصر التنظيم للدول الأوروبية وشكلوا منظمات وتنظيمات كونت شبكات وأصبح وجودهم متعدد الأنماط سواء نمط قيادي أو نمط مؤسسي. بس خلينا نرجع بالتاريخ شوية لعلاقة بريطانيا بتنظيم الإخوان. دايما بيبقى في إشكالية ما بين بريطانيا وما بين تنظيم الإخوان. بعض الاتجاهات برضو بتقول إن ابتدت العلاقة مع بداية نشأة التنظيم لما حدث تبرع مالي من قبل قناة السويس أو الهيئة المشرفة على قناة السويس، كانت تحديدا هيئة بريطانية يعني، ادوا لحسن البنا 500 جنيه عشان يأسس مدرسة ويأسس مسجد ويأسس مقر للتنظيم. بس التعاون الفعلي ابتدى مع وجود تقارير دبلوماسية واستخباراتية تبدأ تقيم تنظيم الإخوان في بداية نشأته. عام 1936 صدرت برقية دبلوماسية بتتكلم عن التنظيم باعتباره تنظيم إرهابي متطرف. عام 1949 أو 1943 ابتدى يكون في تقارير استخباراتية بتوصف تنظيم الإخوان باعتباره تنظيم ذو أيديولوجية متطرفة. وعلى الرغم من التقديرات الدبلوماسية والاستخباراتية دي، قررت الدولة البريطانية فتح قنوات اتصال مع التنظيم. ليه؟ في سياق إطارين. أول إطار، هي عايزة تستغل وتستفيد من نفوذه اللي كان متواجد في الوقت ده. تاني حاجة، عايزة تبدأ تحجم نفوذ خصومها، كان خصومها في الوقت ده متمثلين في حزب الوفد. بالإضافة لده، التنظيم ابتدى يروج لنفسه باعتباره حائط صد للشيوعية. مرحلة أخرى في الخمسينيات مع صعود أو يعني ثورة 52 تحققت، ابتدى يكون في مفاوضات عن الجلاء. قررت بريطانيا فتح قنوات اتصال مع الإخوان، وقررت الجلوس مع حسن الهضيبي كان ساعتها المرشد عشان تمثل ضغط على صنع القرار المصري. والإخوان وافقوا بده وقبلوا ده عشان يعني يحققوا تعثر في المفاوضات، لدرجة أن الرئيس الراحل ألف رحمة ونور عليه عبد الناصر يعني شجب ده وأدانه وقال أن ده تآمر على الثورة والدولة المصرية. وفشلوا في هذا الصدد. المرحلة بتاعت الخمسينات والستينات يا فندم، بعد تأسيسهم عدد من التنظيمات أو عدد من المنظمات ابتدى يكون ليهم شبكات ودوائر تأثير وابتدى ليهم روابط داخل المجتمعات الغربية. كانت نقطة فارقة في تاريخ علاقة بريطانيا بالإخوان أحداث سبتمبر 11 سبتمبر 2001 مثلت نقطة تحول فارقة. البعض اعتقد ان نتيجه لتفجيرات امريكا 11 سبتمبر 2001، البعض اعتقد ان ده هيوصلنا لان هم يعني يتخذوا اجراءات مشدده ضد تنظيم الاخوان، بس للاسف كان الطرح مختلف عن ده. ابتدوا يبصوا له، او هو ابتدى يقدم نفسه كتنظيم معتدل قادر ان هو يعمل عمليه اندماج في المجتمعات. في الوقت ده تحديدا صعدت نظريات اسمها نظريه الدمج، مراكز الابحاث الامريكيه تحديدا قالتها نظريه الدمج يؤدي الاعتدال. فحوى نظريه الدمج يؤدي الاعتدال ان انا لما ادمج التنظيمات الراديكاليه داخل النظام السياسي وهخليها تنتهج الديمقراطيه، وعشان تحصل على اصوات هي لوحدها هتتحول لمعتدله، فبالتالي ده هيحولها من تنظيمات راديكاليه لتنظيمات ديمقراطيه. والطرح ده اثبت فشله الذريع. يعني ما عايزه تقول انه جماعه الاخوان استفادت من هجمات ال 11 من سبتمبر؟ ده حقيقي، جماعه الاخوان استفادت من هجمات ال 11 من سبتمبر بصوره، يعني بعض النظريات في العلوم السياسيه اسمها نظريه البجعه السوداء، اللي هو الشيء غير متوقع. بمعنى
الشيء غير المتوقع ان انا في بجعه بيضاء وفي بجعه، يعني البجعه السوداء دي بجعه خياليه مش موجوده. فالشيء غير المتوقع للاحداث الحادي عشر من سبتمبر ان جماعه الاخوان استفادت وفتحت قنوات اتصال مع الغرب، لدرجه ان في بريطانيا تحديدا ابتدى يحصل تمويل لبعض المنظمات اللي موجوده الاخوانيه اللي موجوده هناك عشان تحاول تعمل حيلولة دون تجنيد الشباب المسلمين هناك. بس في نفس الوقت زي ما يعني ما الحقيقة دايما بتطلع وبتبان وكاشفة، 2010 جه ديفيد كاميرون وانتقد السياسة دي وقال ان المنظمات اللي تم تمويلها وعايزة تقدم نفسها ك يعني كبوابة للمجتمع المسلم اثبتت فشلها وما عملتش اي حاجة. لكن من 2001 ل 2010 كل هذه المدة 9 سنوات تقريبا الثقة دي جابوها منين الغرب؟ ده بيحلنا النقطة ان التنظيم او تنظيم الاخوان تحديدا بيستخدم لغتين مختلفتين، لغة اللي بيقدموها للمجتمعات العربية لغة الارهاب والتطرف والعنف بلا بلا بلا، واللغة الأخرى اللي بيقدموها للمجتمعات الغربية اللي هي لغة احترام الآخر، لغة قبوله، لغة الديمقراطية، لغة حقوق الإنسان. فنتيجة لوجود شبكات أشرت يعني ذكرتها في الأول، منظمات تنموية وإعلامية وخيرية قدموا نفسهم إن هم بديل معتدل. كمان أبنائهم سافروا برا وابتدوا يتعلموا في الجامعات وابتدوا يتغلغلوا في مراكز الابحاث والجامعات ويتناولوا طرح معتدل. بس مؤخرا ابتدى المجتمع الغربي يقول ان ده مجرد غطاء، بدليل ان احنا شفنا دول اوروبيه وغربيه ابتدت تتخذ اجراءات تجاه تنظيم الاخوان ومنظماته. بريطانيا نفسها برغم ان ما تمش يعني السير على هذا المسار لفتره طويله، ديفيد كاميرون طلب يعمل مراجعه لنشاط تنظيم الاخوان. المراجعه دي كلف بيها الحكومه البريطانيه وقام بيها جون جينكيز وتشارلز فار، ده الاولاني كان سفير بريطاني لدى المملكه العربيه السعوديه، والثاني كان رئيس وحده الارهاب مدير عام وحده الارهاب في وزاره الداخليه. والمراجعات خلصت، قعدت شهور وخلصت في 200 ورقه. بس للاسف ما اعلنش غير المستخلص بتاعها، 11 ورقه نزلت بس. المراجعات دي بقى كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول ان الاخوان بيستخدموا لغتين، لغه للمجتمعات العربيه ولغه للمجتمعات الغربيه. المراجعات دي اداه لتنظيم الاخوان وكانت بتقول ان هو مارس العنف. المراجعات دي بتقول ان لازالت شبكه الاخوان في بريطانيا وفي الدول الغربيه شبكه سريه. نتيجة لوجود بقى منظمات وجماعات ضغط إخوانية في الغرب، ما تمش يعني كان في حيلولة دون صدور قرار يدين تنظيم الإخوان. لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني انتقدت المراجعات دي ووقفت نتائجها ووقف تطورها لحد ديسمبر 2015 تحديدا. حضرتك عايزه تقولي انه الاخوان كان عندهم من الضغوط في الداخل البريطاني ده حقيقي يصل للبرلمان البريطاني او مجلس العموم؟ للاسف هو ده اللي حصل. لجنه الشؤون طلعت قرارات تنتقدها وما تمش يعني اتخاذ خطوات تدعم هذا الطرح. واكبر يعني طرح اللي انا بقوله او اكبر تدليل عليه ان ابراهيم منير قبل وفاته كان موجود وكان المرشد العام للتنظيم في بريطانيا في لندن. طيب الفترة برضو دي من 2001 حتى ديفيد كاميرون في 2010 في بريطانيا، كانت جماعة الإخوان في ذلك التوقيت ذات مرجعية عند دول الغربية. هل الدول استفادت من جماعة الإخوان وظفتها في أماكن صراع مثلا؟ بص حضرتك، كلام حضرتك صح، كان فعلا ذات مرجعية وسمحوا لهم نتيجة لأن بعض الدساتير بتسمح بحرية ممارسة الأقليات والاندماج في المجتمعات. ابتدوا يأسسوا مدارس، ابتدى يكون في مساجد تخضع لسلطتهم باعتبارهم بيقدموا المجتمع الإسلامي. بس اللي حصل أن داخل الدول دي حدثت عديد من العمليات الإرهابية واكتشفوا أن عناصر إخوانية تورطوا فيها، فابتدت النظرة تتحول لدرجة ان احنا شفنا مثلا في سويسرا في 2022 او 2021 اعلنت حظر التنظيم نهائيا. فرنسا دلوقتي في اتجاه في البرلمان في قوانين بتفرض رقابة على نشاط تنظيم الاخوان والجماعات الدينية، بتفرض رقابة وبتفرض قيود على تمويلهم عشان هم اكتشفوا ان هم بيستهدفوا القيم الاوروبية. النمسا والمانيا في تقارير استخباراتية صدرت قالت ان تنظيم الاخوان بيهدد المجتمع الاوروبي او الغربي وبيمارس
منظومة من الآليات تحت شعار ما يسمى هندسة المجتمعات. قصده إيه بهندسة المجتمعات؟ قصده إيجاد دول موازية ومجتمعات بديلة بعيدة عن المجتمعات الغربية. هو بينشئ مدارس، بينشئ مساجد، فبالتالي يعني بينشئ جمعيات خيرية وتنموية، بينشر الفكر بتاعه، بيتغلغل استراتيجية تغلغل من تحت لحد ما يصعد لفوق. فهم نتيجة لاكتشافهم ممارسات التنظيم ونتيجة لتورط عدد من العناصر الإخوانية في ممارسات إرهابية، ابتدت وجهة نظرهم تتغير تجاههم. يمكن مش بالحد اللي يتيح لحظره تماما، بس نعتبرها يعني خطوة مبدئية. لكن هل أخطأ الغرب في تعامله مع الإخوان كبديل للجماعات الجهادية والمتطرفة في توقيت معين؟ لا، هو أخطأ وهو عارف أنه هو أخطأ. يعني هو الغرب أخطأ وعارف أنه هو أخطأ بدليل تصحيح المسار بعد كده، تصحيح المسار والإجراءات اللي بيتم اتخاذها. بس خليني أقول لحضرتك أن التعاطي مع تنظيم الإخوان بيخضع، بالنسبة للغرب يعني، بيخضع لجملة من المحددات. إذا كان طبيعة السياق الإقليمي الحاكم، السياق الإقليمي والدولي، أو إذا كان لطبيعة القيادة السياسية سواء الأوروبية أو الأمريكية، بدليل أن الرئيس ترامب طلب حظر التنظيم وطلب من وزارة الخارجية ده، بس ده ما تمش نتيجة ان وزارة الخارجية قالت ان ده ما استوفيش الشروط. لكن هو طلب رئيس ترامب، هو طلب شخص رئيس ترامب ولا الحزب الجمهوري؟ وده هياخدنا بعد كده لتعاطي الحزبين الجمهوري والديمقراطي مع جماعة الإخوان. لا، انا في اعتقادي ان طلب الرئيس ترامب مش الحزب الجمهوري. فطلب ان يتم حظره، فبالتالي هي بيخضع لمدركات صانع القرار. صانع القرار شايف المشهد ازاي. هل نجحت النظريه اللي تم من خلالها طرح الديمقراطيه بين قوسين الممثله في الاخوان من وجهه نظر الغرب كنقيض للاستبداد المنتج للارهاب في بلاد الشرق الاوسط؟ هي ما نجحتش بدليل ان لما تم دمجهم التنظيم مش بس مارس الارهاب، لا، ممارسه الارهاب دي ده جزء من تكوينه. بس خلينا نبص كوجوده في الحكم، هو فشل سياسيا وفشل ايديولوجيا وفشل تنظيميا. فشل سياسيا ان هو ما قدرش يستوعب تنوع الفصائل اللي معاه، او تنوع المجتمعات، او تنوع القوى السياسيه المختلفه. فشل ايديولوجيا ان هو ما كانش عنده ايديولوجيه مرنه تستوعب الاخر. هو عنده دايما ثنائيه نحن وهما، اخوانا. ما قدرش، العزله الشعريه اللي اتكلم عنها السيد قطب، ما قدرش يتقبل المجتمع. فشل تنظيميا ان هو تعامل، يعني هيكله التنظيمي الصارم تعامل مع حكمه للمجتمعات اللي شهدت صعوده برؤية التنظيم مش برؤية الدولة. هو أنا يعني بنحاز للتنظيم سواء صح أو غلط، أنا بنحاز لرؤية التنظيم، ما بنحاز لرؤية الدولة. طيب، فكرة التيارات الليبرالية واليسارية في توقيت معين كانت ضعيفة وملهاش قواعد في الشارع زي التيارات الأخرى، إيه السبب في ده؟ في ضعف التيارات الليبرالية واليسارية؟ يمكن أقول لحضرتك على حاجة. يعني نشأة التنظيم في البداية كانت قايمة على أن هو فكرة جماعة دعوية، وإحنا شعب متدين بطبعه للأسف. يعني مش للأسف، هو إحنا يعني هو إحنا شعب مش للأسف، هو شعب متدين بطبعه. فعامل الدين بيمثل رقم مهم جدا لدى المصريين. فأنت لما تدخلي وتقولي قال الله وقال الرسول، وفي البدايه على فكره هو كانت نشأته دعويه، يعني هو ما لعبش السياسه غير بعديها بشويه، وبعد ما لعب سياسه لعب ارهاب، اسس النظام الخاص. فهو عارف يدرس سيكولوجيه المواطن يعني، ويتعاطي معاه، على عكس التيارات الليبراليه اليساريه اللي ما بيبقاش ليها تقبل شويه، او يعني المجتمعات ما بتتقبلهاش زي ما بتتعامل مع فكره الدين. كان عندنا محاولات لتأجيج الوضع في الداخل المصري، وشفنا في دول مجاورة دون ذكر أسماء دول وجود لجماعة الإخوان عكس سير التيار اللي الدولة الوطنية ماشية فيه. هل نجح الغرب في توظيف هذه الجماعة في بعض الدول لتأليب الدولة وعدم خلق حالة من الهدوء وأجواء طبيعية لبناء هذه الدول؟ بص أقول لحضرتك على حاجة، هو من غير ما أنا أتكلم الواقع الحالي للدول اللي شهدت صعود التنظيم باستثناء بلدنا، الحمد لله، ألف حمد وألف شكر لك يا رب، خير مثال على ده. هو يعني المجتمعات اللي تقبلته واللي سمحت بوجود تنظيمات إرهابية واللي دخلت في صراعات طائفية واللي ملتفتش حوالين جيشها ومؤسساتها الوطنية، احنا شايفين دلوقتي وضع ده بلا دولة، يعني ما فيش دولة. فهو بصرف النظر إذا كان الغرب نجح أو ما نجحش،
وبصرف النظر اذا كان التنظيم نجح او ما نجحش، فالمجتمعات حسبت على فاتوره تقبلها لكيان ارهابي داخل. هل الغرب حاليا بيدفع ثمن التسامح والتساهل مع بعض التيارات المتطرفه في اوقات معينه لعمليات في داخل هذه البلدان؟ بالفعل حصلت عمليات ارهابيه، بس خليني اقول لحضرتك ان الغرب يعني متعدد المؤسسات، عنده عدد من المؤسسات وعنده عدد من وجهات النظر. في اتجاه بيقول لا والله يا جماعه تنظيم الاخوان ده جماعه دعويه، في اتجاه اخر بيقول لا ده تنظيم ارهابي والغرض منه ان هو يصدر لي بس صوره ان هو ديمقراطي، بس الـ يعني الاصل او الغايه او الهدف التمكين داخل المجتمعات. وخليني اشير لنقطه مهمه جدا، الوثيقه اللي عثر عليها في فيلا يوسف ندى لما الشرطه السويسريه اقتحمت، لقوا وثيقه اسمها المشروع الكبير. المشروع الكبير ده كان بيتم الحديث عنه او كان طرح الاخواني بتاعه ان هو يبدا يتغلغل في المجتمعات الاوروبيه وينشئ لي كيانات موازيه او مجتمعات بديله. ده اتسق مع استاذيه العالم اللي تبناها حسن البنا. الغرب قدام في اعتقادي هيدفع فاتوره اكبر لو ما تمش تحجيم التنظيم وحظر مؤسساته والوصول للمنظمات المرتبطه بيه. فيما يخص المنظمات المرتبطه بيه دي، دايما في الغرب بيبقى في صعوبه في التمييز ما بين المنظمات الاخوانيه، هي بتتبع شبكه وهيكل فضفاض، بمعنى ان في منظمات وثيقه الصله بالتنظيم ودي بنعرفها بمين اللي انشا المنظمات دي، هل هي قيادات اخوانيه، وفي منظمات متاثره بالتنظيم. بمعنى ان عناصر مرتبطه تنظيميا بعناصر اخوانيه انشاتها، فالهيراركي في التنظيمات الاخوانيه مش واضح، مش يعني مش الهيكل مش معلن، هيكل عنقودي هيكل شبكي، ففي صعوبه لحسم نشاط الاخوان داخل المجتمعات العربيه. وده ياخدني لسؤال، بعد كل ما ظهر في مصر وفي تونس وفي دول كثيره، ليه لحد النهارده في بعض الدول الغربيه بتفتح ابوابها؟ خليني اقول لحضرتك اللي انا ابتديت بيه في البدايه، ان الاوقات بيتم توظيفه قارئ الضغط، تمام، اوقات بيتم توظيفه كسلاح ضد الخصوم، اوقات بيكون في استثمارات هم الاخوان بيستخدموها، استثمارات وتمويلات، اوقات اخرى بيكون في شبكه من العلاقات بتعمل حيلوله دون كشف الوجه القبيح الخاص بيه. برغم كل اللي ظهر في مصر، برغم كل اللي ظهر عندهم، مش في مصر بس، ده هو في عمليات ارهابيه تورط فيها عناصر اخوانيه، اذا كان في فرنسا ولا في المانيا. بس اقول لحضرتك انا يعني فيما يخص فرنسا والمانيا تحديدا، ابتدى يكون في اجراءات اكثر يعني اكثر جديه، بالذات فرنسا. فيما يخص بقى بريطانيا، لا لازال الوضع يعني في نوع من عدم يعني مرن، لازال الوضع ما بين التنظيم والدوله البريطانيه في مرونه، بدليل ان لازالت عناصره موجوده وقيادات موجوده على الاراضي البريطانيه. كلمتني كتير عن اوروبا، الولايات المتحده، وهي معنيه بالاساس في هجمات الولايات المتحده ابتدت علاقتها بالتنظيم في يعني بالتزامن مع علاقه بريطانيا بالتنظيم، ابتدت علاقتها بالتنظيم بعد احداث او محاوله اغتيال التنظيم للزعيم الراحل عبد الناصر، وطلعت برقيه دبلوماسيه من الولايات المتحده الامريكيه تدعو صهر حسن البنا، هو اسمه سعيد رمضان او رمضان سعيد، لمؤتمر في الولايات سعيد رمضان تدعو صهر حسن البنا في مؤتمر الولايات المتحده الامريكيه، وبعد ما حضر المؤتمر تم دعوته للبيت الابيض وقابل الرئيس الامريكي في الوقت ده، وقرروا ان هم يتفقوا على وجود طلاب من الاخوان يسافروا لامريكا يدرسوا. دي مرحله اخرى تم استخدام التنظيم من قبل الولايات المتحده الامريكيه لنقل العناصر لافغانستان، بحيث يعني يتم تقييد او ترويض نفوذ الاتحاد السوفيتي هناك، فكان في قنوات اتصال دافئه جدا جدا في الوقت ده. فبالتالي هو الموضوع بيخضع للسياق الاقليمي، هو هيوظفه ازاي. وخليني اقول لحضرتك ان في منظمات اخوانيه موجوده في الولايات المتحده الامريكيه. وجهه نظر الرئيس ترامب كانت مختلفه عن الطرح ده تحديدا، وحاول يمثل ضغط على التنظيم، بس نتيجه لبرضه وجود ضغط من منظمات داخل يعني في الداخل الامريكي، ونتيجه لوجود عدد من الكوادر الامريكيه والولايات المتحده الامريكيه، حصلت حيلوله دون الحصر. طيب احنا عندنا مشروعات سياسيه واقتصاديه مختلفه في مراكز القوى الدوليه،
بنتكلم مثلا عن الفكر الليبرالي والاقتصاد الحر وما الى ذلك في الغرب والغرب كله بما فيه اوروبا وامريكا، وعندنا الوجهه الشرقيه الاشتراكيه او الشيوعيه بما تحمل من افكار سياسيه واقتصاديه. لماذا كان الرهان الاخواني دائما على الغرب؟ ليه ما حاولوش يروحوا لروسيا علما ان روسيا استراتيجيا وتاريخيا كانت حليف للعرب حتى في حرب 73؟ لا، هو دايما عنده، هو شايف ان روسيا او بيصدر ان روسيا شيوعيه، فانا لا، انا ضد الشيوعيه تماما، انا عمري ما هفتح قنوات الاتصال معاهم. هو من الاولى ليه كصاحب فكر كما يدعي انه يروح يجابه الفكر في مكانه؟ لا لا، هو ما بيلعبش كده، هو ما بيلعبش كده. انا اللي هيجي لي ليا مصلحتي معايا هفتح او هيسعى لفتح معايا قنوات هتعامل معاه، انما ان هو يتحالف مع روس، ما كانش فيه في تاريخ الروس فيما يتعلق بتنظيم الاخوان اي قناه اتصال، ولا بالعكس، ده هم كان بيتم توظيف الاخوان وبيدعوا ان هم ضد الشيوعيه، فعمره ما يعني ما هيروح هيتحالف معاهم حتى عشان يحافظ على الرؤيه او الدعوه التجنيد اللي هو بيتبناها، هو بيكفره، فانا هروح اتحالف معاه يعني، فمش هتبقى. هل اختلف التعاطي الاخواني مع اوروبا عن التعاطي الاخواني مع امريكا، ولا نفس الفلسفه؟ نفس الفلسفه، ما فيش اي اختلاف، نفس الفلسفه، نفس التغلغل في المجتمعات، نفس السعي لتبادل الادوار والاعتماد المتبادل، ما كانش في يعني اختلاف يذكر ما بين الاثنين، برغم ان انا في اعتقادي ان العلاقات مع بريطانيا اوثق يعني بنسبة عن العلاقات مع الولايات المتحدة، نتيجة ان هي كانت حاضرة باختلاف الاسماء الوزراء باختلاف رؤساء الوزراء، نتيجة ان هي كانت حاضرة في البداية مع نشأة التنظيم. الجمهوريون والديمقراطيون، وده سؤالي الاخير، هل هيختلف التعاطي الامريكي الفترة المقبلة مع طرح اي طرح يخص جماعة الاخوان؟ والله هو في بداية يعني صعود الرئيس بايدن للولايات المتحدة الأمريكية كان تنظيم الإخوان بيراهن رهانات يعني مش عارفة أقول خيالية تمام، على إن هيحصل اختلاف في التعاطي وإن هم هيدعموا وجهة نظرهم، بس خليني أقول لحضرتك إن الدولة المصرية بالنسبة لأي قولة دولية حليف قوي ويعني حليف استراتيجي ذات بتكلم في العموم، لأنه يعني كما تعلمين الشعب المصري كله الحمد لله إحنا في مصر يعني خلاص الدنيا مستقرة والأمن كما يقولون مستتب، نعيش في الحمد لله رب العالمين يعني. انا بتكلم في الفلسفه بشكل عام في المنطقه العربيه كلها. بص، فكره ان هو يبدا يفتح قنوات اتصال، هو التنظيم خسر وجوده في الدوله الام، فهيفيد ايه تاني يعني؟ هو خلاص ما بقاش ليه التاثير والفعاليه، حتى المجتمعات اللي شهدت صعوده تراجع فيها يعني نقول ان الغرب خسر رهانه على الاخوان بكل تاكيد. أشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا الأستاذة تقى النجار الباحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شرفتينا ونورتينا وضيفة عزيزة على المواجهة. مرسي جدا يا فندم، لذوق حضرتك، أنا لسعدت بوجودي النهاردة في المواجهة. شرفتينا، شكرا جزيلا لحضرتك.